ما بتظهر يا ما بتظهر وتروح داخل ناحيه مين؟ ناحيه البرومبس بتاعتها اهي اللمب صغرت كده ها اللمب اللي هي السودا دي صغرت كده وراح داخله اهي ها لما دخلت كده يا اولاد سحبت معاها الفسره اللي هي لازقه عليها ادي الفسره اللي هي لازقه فيها كده حلو كده فراح النيجاتيف بريشر هنا زاد حد فاهم حاجه؟ انا شخصيا مش فاهم فاهمين؟ فاهمين ايه؟ ان انا عندي كومبليت اوبستراكشن مفيش هوا بيدخل ولا بيخرج فاللمب الطبيعيه بدات ايه؟ تظهر لما صغرت خدت معاها الفيسر اصبحت النيجاتيف بريشر بتاع البرول ساك هذا النيجاتيف بريشر على فكره بقت مهم جدا سبحان الله خالص يعني عشان يقول الالفيولاي ايه؟ افتحي فالالفيولاي انا عايز افتح بس انا مفيش هوا عارف يدخل لي انا عايز افتح بس مفيش هوا انا ما بفتحش غير بهوا دخلي هوا وانا هفتح لو انت شلت الفور بودي ساعتها هتفتح لكن انت ما شلتش الفور بودي افتحي مش هتقدر تفتح افتحي مش هتقدر تفتح فالبروكار والبروكيوس كلها انتي الفيولاي مش عارفه تفتحي احنا نقدر نفتح احنا مش محتاجين ايه؟ يبقى البروكاي فتحت باي تراكشن تراكشن ما فتحتش بحاجه من جوه لكن في حاجه عماله ايه؟ تشد عليها اصبحت اللنج كولابست وصغرت صغرت يا الفيولاي لكن البروكاي والبروكيوس بتاعتها يا سلام يا سلام يا سلام لو كان الاساده البتاع دي بقى كده حاجه فيها انفكشن كمان انا كمان دخلت له سورس اوف ايه؟ يعني سكوميشن الميكوزا وديستورشن المسكلوزا وفايبروزس حلو الكلام ده؟ ها يبقى ما انواع البرونكيتس كونجنتال اكواير والكونجنتال يا برايمري ريتد يا سكند الحاجات بتعمل انفكشن يا اما يكون اكواير انفكشن صريح يا اما اوبستراكشن اوبستراكشن نوعين وهذا الاوبستراكشن يا اولاد قد يكون بارشال او كومبليت ها البارشال يعمل كولابس سوري يعمل برونكيتس ويعمل انفيزيما اما الكومبليت هيعمل كولابس والكولابس اللنج جواها باي تراكشن ممكن ياخد شويه برونكيتس نايس حاجه هو ايه اصلا يسد البرونكاي بارشال او كومبليت حاجه من جوه حاجه في الهول حاجه من بره من جوه فورم بودي سكريشن ميوكا سكريشن حاجه في الهول برونكو جينيفرس مو اخر حاجه حاجه من بره لمف نود ضغط عليها ولا حاجه فهمتوني ولا لا؟ بص يا ولاد في قاعدتين كده تعرفهم دايما مرض البرونكيتس البايلاترال بيزل بايلاترال بيزل والجزء اللي فوق عمليه كومبنسيشن بيحصل فيه ايه؟ مع انفيزيما وده اللي عايزين نقوله كده كباثولوجي هو المرض بتاعنا بايلاترال وبيزل ادي اللنج اهي ادي اليمين وادي الشمال هتلاقي المرض هنا بايلاترال وبيزل كده والجزء اللي فوق من اللنج بيبدا يتعاطف معنا يعني بقول لك كباثولوجي كسايت هتقول لي بايلاترال بيزل انا موافق بس في حاجه ثانيه هل من الممكن ان البرونكيتس تحصل تيبيكال؟ طبعا تيبي يعني تيبي بيعمل نفس العمله دي اللي هو الديسفورميشن اللي حضرتك بتعمله فين؟ ايبيكال يبقى لو جت البرونكيتس فوق يبقى الحاله الحاجه الثانيه هو الاساس في البرونكيتس انفكشن ودايما الانفكشن بايلاترال هو الناحيه اليمين اكتر شويه عشان السكريشن بيمشي في اليمين اكتر لكنه بايلاترال في الناحيتين هل من الممكن ان البرونكيتس تحصل في ناحيه اخرى؟ لو كان اوبستراكشن ومن هنا السؤال يا اولاد ايهما اخطر؟ اليونيلاترال برونكيتس ولا البايلاترال؟ هو المنطق يقول ايه؟ البايلاترال وتوكسيميا وبتاع وقرف مش كده؟ لكن طالما السؤال الثاني يبقى في تريك. تقول لي اليونيلاترال برونكيتس اخطر من البايلاترال لان اليونيلاترال تحمل ريسك المالجنسي. يعني ربما اللي يكون عامل يونيلاترال برونكيتس ان هو عنده ايه؟ ان هو عنده مالجنسي. طيب كجروس ابيرنس المرض بايلاترال هو بيزل عباره عن مالتيبل كابيتس دايليتد برونكيوس والابر بارت فيه انفيزيما. الجزء اللي تحت اللي هو دايليتد برونكيوس لما خدنا البرونكيوس وشفناها لقينا في برونكيوس عامله كده كده فيوزي فورم وفي برونكيوس عامله كده ساكيولر وفي نازله كده واخد بالك ماشيه كده ملولوه كده سبايرال وفي برونكيوس نازله سلندريكال اشكال كتيره بس مش البرونكيوس العاديه وخلاص وحواليها في سيفير اريا اوف كونسوليشن كل ده حواليه كونسوليشن حلو الكلام لما عملنا مايكروسكوبيك ابيرنس لقينا ثلاث حاجات انتوا عارفينهم مش هقولهم تاني اللي هم ديسكوميشن اوف جلوكوزا وديسكوشن اوف ماسكلوزا وحواليها شويه ايه؟ فايبروزس وانفلاماتري سيرس العبيطه. حلو كده؟ انا خلصت اللي عليا. يلا اللي عليكم عايزين نتكلم كسيمتومز وكساينس والسيمتومز جنرال وتشيست والساينس جنرال ولوكال وكوميونيكيشنز وانفستيجيشنز وتريتمنت يلا. ها جنرال سيمتومز توكسيميا ولا طبعا جنرال توكسيميا مش عايز كلام. كتشيست سيمتوم اي سيمتوم في التشيست هتمشي معاك. عنده كحه؟ يا ولد عنده كحه عنده بلغم البلغم كميته كبيره ريحته وحشه لونه اصفر يزيد ازاي؟ ليه؟ لان المرض فين؟ ها بايلاترال وبيدل فيزيد لما يمايل قدام ده اصلا ده قالب بيك كلينيكال ولا ايه؟ لما يمايل قدام
العيان ده الاولاد عنده ديزني ولا ايه؟ هو لما اصلا تبقى المساحه دي كلها من اللاند مش شغاله. ايوه انا عندي كريز اريشن، انا معايا ديزني معاه ويزس. ايوه يا دكتور الاستكريشن ده هو طالع ممكن يسد البرونكس دي، واصلا في برونكايت مسدوده من غير حاجه، فهمتوني ولا لا؟ يا جنرال اكزامينشن مش عمال يكح ويجيب بلغم كتير، اولا بيكح كتير وده بيعمل باقي اليز. المرض التوكسيك يعمل كلابنج ويعمل انيميا او كورين توكسيميا كورين ديزيز. يعمل لي لور لمب اديما ليه؟ سوبر مولان. فانا عمال اجيب كل يوم كوبايتين ثلاثه من البلغم الغني جدا بالبروتين. طبعا لو الليفر شغال خلاص، يعني هو الفكره لو واحد حتى بيجيب بلغم كتير والليفر بتاعه شغال ما يحصلش حاجه، لكن طبعا كوربر مولان كوربر مولان ويتش از كومن. اللوكال اكزامينشن فيه حاجتين، الحته اللي تحت فيها كافيتس سراوند باي كونسوليشن، الحته اللي فوق فيها عايزين ننسى الانفيزيم عشان ما ندوش، عايزين ننسى حاجه اسمها انفيزيم عشان ما ندوش. خليك مركز في الحته اللي تحت. باي انفكشن كشيب نورمال، لكن مع الكورنيسي ممكن الاقي ريتراكشن في الجزء اللي تحت. التشست اكسبانشن او الديجري اوف موفمنت هتبقى ليمتد باي لاترال وان. فيزا التراكيه سنترال، حتى بالبرفيشن تراكيه سنترال. التيبيت عالية فين؟ عالية فين؟ ليه بايلاترال وبيزل؟ عشان هو المرض بايلاترال وبيزل، لكن الجزء اللي فوق ممكن يبقى فيه بقى مش عايزين نتكلم عليه عشان ما ننطقش، لان هتكلم على عادي كان بتكلم على سيو دي بالظبط. بص يا دكتور كمل كمل. ها لما اجي اعمل له تي بي اف عاليه ممكن احس بالبا بالويز او بالبا بالكريبتيشن ما يجراش حاجه. لما اعمل بركشن بالجزء اللي ده هلاقي ظالمس ليه؟ انا عندي كارب سراوند باي كونسوليديشن. طبعا الجزء اللي فوق هيبقى ريزنس وانكروتش من بومبير انفيزيما. لما اجي اسمع الجزء اللي تحت البريس ساوند برونكل اديشنال ساوند فورس كريبيتيشن ممكن اسمع رونكاي والفوكال ريزونانس عالي. ما انا كاني بتكلم على ابسس اللي هي مالتيبل ابسيس كده بس تحت يعني، وحواليها كونسوليديشن يعني هي موجوده تحت مفهوم ولا لا؟ دي مشهوره. فبالتالي دي صوره برونكيتس كلوكال اكزامينشن. كومبليكيشنز في الجسم كله، في الجسم كله سيبتزينيا وتوكسينيا ومش عارف ايه واميلودوز وانيميا. طب في اللنج ريكارنت انفكشن ممكن يحصل لي ابسس، ممكن يحصل لي ريكارنت نمونيا، يحصل فيبروزس فوقيها في البلوره، كل شيء وارد في البلوره ولا ايه؟ صح يا ولاد؟ ممكن حتى تنتشر في مش دلوقتي المدياستان كابتيتي للنج، ما اللنج هتديها مش المدياستان مش البلوره كابتيتي هتديها وهكذا، يعني ممكن الاورجانيزم او الميكروب ينتشر في كل مكان. انفستيجيشنز هتعمل سبيوتم اناليزيز وهتعمل سي بي سي زي اللنج اكسس. هتعمل اكس راي هتلاقي المنظر ده الكابتيز دي بتبان في المقاطع كانها عيشه شنحل شفناها اسمها هاني كومب ابيرنس بايلاترال وبيزر. لو ابيكال اشك في سي بي ولو يونيلاترال اشك في الكارسينوما خلاص. وطبعا الجزء اللي فوق كله هيبقى هايبر ترانسليوزنت وريبون شيب ظهر تاني بيكون معاها. ده حتى كان بيقول لك ايه لما قبل ما تشخص انفيزيما، يعني لو جات لك صوره واضحه معاك انفيزيما ركز قوي بايلاترال وبيزر. ليه؟ احسن انت شايفها في صوره ايه انفيزيما، لكن ممكن يكون اصلا من تحت فيها بايلاترال بيزل هاني كومب ابيرنس بتاعت البرونكيكسس. فده بيعمل حاجه اسمها برونكوجرام، محدش بيعملها دلوقتي. كان بيدي باودر كده بريم يشمها ويصور صوره اشعه عشان يشوف البرونكيال كريم. طبعا الكلام ده اوبسيديت بعد السي تي سكان. سي تي سكان وهاي ريزوليوشن سي تي سكان تجيب لك التايتل. برونكوسكوب تدخل تبص وتاخد بايوبسي حاجه جميله جدا، حاجه ممتازه. اوكي؟ اعمل انفستيجيشن فور ايتيولوجي، مثلا سيستيك فايبروز بيعملوا حاجه اسمها سويت تيست فور سيستيك فايبروز، بيعملوا حاجه اسمها يشوف العرق ويحسب الصوديوم كلورايد ايه مركز. سويت تيست. اما عن العلاج ما عنديش كلام. جنرال سيمبتوماتيك وتريتمنت اوف كومبليكيشنز والى اللقاء. ربنا يسعدكم طبعا.